احمد الشوا من سوريا، من دير الزور حصرا، مواليد 1986. كنت لاعب سابق بنادي الفتوه واليقظه السوري، لاعب محترف بسوريا. سنه 2016 وصلت لفرنسا. لما وصلت لفرنسا ما كان عندي وقت انه امارس الرياضه بشكل يومي. لما حصلت على اقامه بلشت اطور نفسي باللغه. اشتغلت بجمعية هم اللي يجيبوا لاجئين سوريين طبعا من لبنان ومن تركيا. اشتغلت اول سنة، المدير كان مبسوط من عملي، ناداني قال لي احمد احنا راح نعمل لك عقد دائم، وبالفرنسي ريسبونسابل لوجيستيك اللي هو مدير خدمات اللوجستية. تدريجيا بدأت بأحد الأندية، ظلت ألعب معهم لمجرد التسلية. لعبت مع فريق كواتسي نايم 3 سنين، بعدها انتقلت لفريق آخر نايم اللي حاليا أنا موجود فيه. عملت شهادة اسمها الإعداد الذهني، هي الكباغاتور مونتال دو سبورتيف. السنة هذه طبعا صرت مدرب لفريق تحت 18 سنة اللي هم فريق الشباب، مدرب ومعد ذهني بنفس الوقت. فريقي حاليا عندنا بالترتيب 6 انتصارات وتعادل وخسارتين، تقريبا احنا ثالث الترتيب. المحفزات كثيرة طبعا عندك لما تشوف انت المواهب، شيء يحفز المدرب، لانه انت المدرب راح تكون انت بنفس الوقت مربي. طبعا انا جنسيتي سورية، حاصل على الجنسية الفرنسية طبعا من اكثر من سنة. ما كان في اي فرق هذا البلد انه ما يعمل لك تفرقات بين سواء سوري ولا فرنسي ولا مغربي. اللاعبين طبعا محترمين، لما انت تكون محترم معاهم يكونوا محترمين معاك. بنفس الوقت ملتزمين، الالتزام هذا كثير كثير جيد. طموحاتي طبعا انه اكون مدرب عالمي، ارفع اسم بلدي الام اللي هو سوريا. مشاريعي طبعا اشتغل عليها بتقوية الدورات التدريبية بالنسبة للشهادات التدريب اللي حصلت عليها واللي راح احصل عليها. اتمنى انه الله يخلصنا من النظام السوري ونرجع لبلدنا، نرجع نعمرها احنا واولادنا وكل الشعب السوري طبعا اللي مهجر وتارك ارضه.